السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من قناة ماشي المصريين. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم ان شاء الله. في حاجة صغيرة كده اشرحها النهاردة في الفيديو دوت، بالنسبة للمشروم الحبري اللي هو بيطلع من جودة الكمبوست او شغل كمبوست تعبان، او انت شاري كمبوست مش كويس. طبعا المشروم ده بيظهر بعد ما حضرتك بتحط البطمس اللي هو دوت، بعد ما بتحطه بيظهر المشروم اللي هو ده زي، بتلاقي حباية زي كده. هو ده بتلاقي حاجة زي كده. طبعا دوت دليل لجودة الكمبوست تعبان. انت لو لقيت حاجة زي كده تعرف الكمبوست اللي انت واخده تعبان جدا. ده عش غراب الحبري بيطلع بسبب ما يكون في كتل سبلة كتيرة في قلب الكمبوست، بيطلع المشروم دوت بقى يكون البسترة بتاعته تعبانة، وساعات بيطلع من درجات الحرارة، ارتفاع درجات الحرارة. فطبعا دوت مش لايب من عندك انت، لايب من الشغل اللي انت بتشتريه، الكمبوست اللي انت بتشتريه. فساعات انت تشتري كمبوست تعبان بيطلع لك حاجة زي كده، بيطلع لك حاجة زي كده، ودوت بيأثر معانا بعد كده في الشغل. ده يديك جودة تعرف الكمبوست على طول كده. كل سنة طيب تعبان جدا، يديلك تقوي يعني شغل تعبان. طب ما الكمبوست من جوه تلاقيه كده ايه، اي كلام زي كده. الكمبوست تلاقيه تعبان جدا، الكمبوست تلاقيه تعبان. فدي مشكلة. لما تيجي تشتري الكمبوست لازم تشتري من مكان موثوق منه من الشغل، عشان الشغل يطلع معاك كويس. ما تشتريش من اي مكان وخلاص، فده سببه بيضرر بمشاكل كتيرة بيطلع لك. طب انت شاري كومبوست سيء جدا او تعبان جدا، وده يجيب لك ارهاق كتير في الشغل، يجي لك مشاكل كتيرة في الشغل بسبب الحاجات اللي طلع لك زي كده. ده دلالة لان الكمبوست جودته تعبانة. فطبعا انا حبيت اصور حاجة زي كده عشان اللي حب يشتري يشتري كمبوست جديد. وطبعا مش هيشوف الحاجة ديت اللي بعد فترة التحطين، مش هتلاقيها فترة اللي هي البطمس. ما تيجي تحط البطمس على الكمبوست من فوق بتبدأ تطلع الحاجات زي كده. ده دلالة على ان الكمبوست اللي انت حضرتك شاريه تعبان. فلو لقيت حاجه زي كده تعرف الكمبوست بتاعك تعبان. لقيت حاجه زي كده، حاجه زي كده تعرف ان الكمبوست اللي انت حضرتك شاريه سيء جدا، ودوت يأثر معاك في الانتاج بعد كده. ده يأثر معاك في الانتاج.